بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني، عزاؤنا واحد في الشيخ سي عبد السلام ياسين رحمه الله. هذه فرصة بالنسبة لي باسم الإخوة في الحزب الاشتراكي باش نعبر لكم على أن هذا الوطن كيعرف كيفاش يعتز بالناس اللي أداوا الواجب ديالهم، وأقول فقط اللي أداوا الواجب ديالهم، لأننا جميعا مدينون لبعضنا. والشيخ عبد السلام ياسين ما حصلليش انا شخصيا الشرف باش نتعرف عليه مباشره، ولكن الشيخ عبد السلام ياسين كنا متاكدين على انه اثر على القريب وعلى البعيد بواسطه اولا الكتابات ديالو، وثانيا السلوك ديالو النموذجي اللي فيه ما يكفي فوق الاختلافات في الأفكار وفوق كل ما هو رائج في هذه الدنيا، فيه ما يكفي من أجل منح نموذجية بالنسبة للأجيال المقبلة باش تبني هذا الوطن. الشيخ عبد السلام ياسين معروف بالأخلاق، معروف بالالتزام بالمبادئ، وهاد الخصال بوحدها هي في الحقيقة الخصال الثابتة من أجل المضي إلى الأمام. اللي عرفنا على الشيخ عبد السلام ياسين ماشي هو الاعتدال بل الاتزان في المواقف. الشيخ عبد السلام ياسين كان ضد العنف، ولكن في آن واحد ما كان في السيرة ديالو ولو لمحة إلى ما يسمى بالاعتدال من الزاوية ديال التواطؤ. واللي بغيت نقول وهو أن الاتزان في المواقف ديال الشيخ عبد السلام ياسين هو بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة للشباب ديالنا درس كبير، لا للعنف ولكن نعم للصرامة، نعم للتشبث بالمواقف الثابتة، نعم لنكران الذات، نعم لخدمة هذا الوطن، وإنا لله وإنا إليه راجعون.